قراء هسبريس الأوفياء، السلام عليكم وتحية طيبة من أمريكا. اهتماما منها بمغاربة العالم تنقل لكم اليوم جريدة هسبريس حادث اقتحام ما يعرف بسوات تيم أو فرقة التدخل السريع لإحدى البيوت التي يقطنها مغاربة أمريكيون. نتابع جميعا حيثيات وارتسامات حول الحادث. المسألة ذات حدين، الحد الأول فيما يتعلق بالساكنة ديال هذه العمارة هذه وبالضرر اللي لحق بهم، فالضرر تهو ضرر نفساني أولا وضرر اللي لحقهم بالممتلكات ديالهم. هذه مسألة كتخصهم بوحدهم، فعندهم ورينا لهم الطرق اللي الناس اللي قدروا يلجؤوا ليهم، نقدروا نوريهم الناس اللي قدروا يلجؤوا ليهم. حنا هضرنا مع الناس اللي قدروا ينصحوهم ويعطيهم إرشادات قانونية إلا كانوا هما مستعدين لهذه الإرشادات القانونية. يعني احنا كناس جمعويين وكناس مهتمين ما عندنا ما نقدروا نديروا، ما نقدرش نفورسيوهم. There is no arm twisting هنايا، ما يمكنش تفورسيه يدير شي حاجة اللي ما بغاش هو. الحاجة الثانية هي مسألة الحد الثاني، هو مسألة اللي كتهم الكوميونيتي كاملة، يعني الكوميونيتي الجالية العربية أو المسلمة، لأن اللي وقع لهاد الناس هادو يقدر يوقع لينا حنا بنفس الشيء، يقدر يوقع لك انت، يوقع لي انا، يوقع لاي واحد مسلم. يعني واش بهاد السرعه بهاد الغباء هذا انسان يهز تليفون يعيط للبوليس يقول لهم سمع الطلقات ناريه، يجيو البوليس ينزلوا هنايا بالسوات تيم ديالهم؟ واش كاين واحد لو بروتوكول اللي خص هاد البوليس يتابعوه قبل ما يجيو هنا؟ واش كاين يعني شنو هما البروتوكولات القانونيه اللي خص اللو انفورسمنت، الناس ديال القانون، الناس ديال 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 الامن العام ديال المواطنين يتابعوهم قبل ما يجيو يهجموا على هاد الناس هادو؟ زيد على ذلك ان الناس عندهم ضعف ديال اللغه الانجليزيه، فالحمد لله ان الدامج يعني ما كانش خساره في الارواح، كان ممكن يكون خساره في الارواح. حنا ما كنشككوش نقولوا بان راه هاد الناس كانوا مستهدفين هاد الساكنه ديال هاد العماره لانهم مسلمين، ما كنقولوش هادشي، ولكن كنقولوا كان يمكن يسولوا عليهم، كان يمكن يجيبوا شي واحد يقدر يتفاهم معاهم، بخصوص ان الناس يعني حتى رجال الامن بنفسهم راه مهددين في اي وقت. غير الاسبوع الفايت الحد اللي فات يعني على بعد كيلومتر من هنايا كان تم يعني كانوا جوج ديال البوليس ضربوا وهم الان في المستشفى في حاله خطيره. ف يعني الله يحسن الاحوال لا بالنسبه للاين فورسمنت ولا بالنسبه للمواطنين. احبائي هنا كما كتشوفوا 22 فرانسيس ستريت ريفير، هذه المدينه كتعرف تمركز اكبر جاليه مغربيه. تفضلوا معنا نقربكم اكثر للحادث. بومبا وشت اكرم وجهنا وشديد بومبا غاز، هذيك البوم مسيله الدوم، خلينا بين المسيله للدوم. وشنو هي هذه فوق هذه؟ هذاك شوتي؟ لا هذيك شوتي، ماشي قرطاس، قرطاس بحال. لا هذيك قرطاس، لا لا ها هي قرطاس، هذيك قرطاس، هذيك قرطاس، قرطاس وشت. ومن جينا ما لقيناش داك الفرشي ديالها، ما لقيناش هذه، ماشي لا شوتي، شوتين ديال لابوليس من تما كانوا بغاو يضربوه هنا لداخل في بيت ديالو، كيضربوا لداخل ومحتاج يزني في الروم. تكتيف في البيت محاصر في الروم، الروم ديالك. هذه هي الروم، هذه هي الروم. مالي هذه هي القنبله، هذاك القنابل المسيله للدموع. شي ربعه اللي صيفطوا علينا من الدار، اربعه من هنا، اربعه. دابا هذه غير واخا دابا هذه غير تقيصه، شاطوا لهم ربعه، شاطوا لهم ربعه، شاطوا لهم ربعه. ثلاثه راهم عند بنت الاونر ديال الدار. مباشره من بعد ما تعرفت على الصور ديال الضحايا اللي تنشرات في الجرائد التحقت بهم باش نشوف كيفاش نقدروا نهونوا عليهم ونساعدوهم في هذه الازمه اللي كيمروا بها. بالفعل فاش جيت لقيت العديد من الضحايا اللي كانوا في واحد حاله فزع وحاله رعب وخوف اللي صعيبه بزاف، وكذلك بان كنطالبوا باش يكون واحد التحقيق جاد من طرف السلطات للوصول في اقرب وقت لصاحب البلاغ الكاذب، لان حياه الناس ما بقاتش لعبه. كما ان الجاليه المغربيه اصبحت كتمثل 10% بهذه المدينه، كنطالبوا بان الحكومه والسلطات المحليه انهم يتعبؤوا
لهاد الفئة من الجالية ويجيبوا ناس اللي يخدموا معاهم اللي يكونوا كيفهموا اللغة العربية أو الثقافة ديال هاد الفئة من المجتمع. وبعض الضحايا كيطالبوا برد الاعتبار وكذلك جبر الطرف. كنجددوا الدعم ديالنا لهاد الضحايا وكنبغيو نقولوا بأننا مع خوتنا في أي حاجة اللي غادا تهون عليهم من هاد الأزمة النفسية اللي كيمروا بها. لحد الآن فإن السلطات لم يصدر منها أي اعتذار رسمي، وآخر الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية ديال الأمن كتقول بأن القضية لا زالت تحت التحقيق. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.